مساء الخير واهلا وسهلا فيكم متابعينا مشاهدينا بحلقه جديده من البرنامج العربي المشترك بيت للكل. نمسي عليكم من خلال متابعتكم لشاشه التلفزيون المصري والاردني والعراقي والفلسطيني وكل من يتابعنا في كل مكان. لما بيبدا فريق العمل في بيت للكل يتحدث ويبدو يختار عنوان للحلقه، اكيد دائما بنفكر في موضوع بهم كل الوطن العربي، واليوم اجمع الفريق انه نحكي عن اللغه الام، اللغه العربيه. الاول نتكلم شويه عاميه ونسلم على بعض. اهلا وسهلا بلهجتنا يعني. يسعد مساك. يسعد مساك يا حازم. يسعد مساكي. يسعد مساكي في فلسطين. او كيفك ولا كيفك لبناني؟ لا كيفك لبناني. لبناني. كيفك يعني ممكن بالاردن نقول قوك، يعني جوة. من القوه يعني، الله يعطيك العزم والقوه. ممكن اقول لك ازيك. ازيك اخبارك ايه؟ اكيد يعني. طيب بما اننا بداناها لهجات ولكنني ساعود لاقراها باللغه العربيه، هل تسمح لي؟ فضل. طبعا. طيب اللغه العربيه هي لغه الارض، الوطن والدماء. نشوف مع بعض. تكتسب اهميتها من نبوع عدة، ليس فقط دينيا لأنها لغة القرآن الكريم، وليس فقط إنسانيا لأنها من أعرق وأقدم اللغات، وليس فقط ماديا وأدبيا لأنها على الأرض وفي واقع الأمر هي أثرى وأكثر اللغات تنوعا وزخما وامتلاءا بالتفاصيل، بل هي كل ذلك معا وجميعا. الله الله، ذكرتيني في بيت شعر لأحمد شوقي بيقول: ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطقه. مهما تنوعت اللهجات ومهما تعددت إلا أنه يجمعنا اللسان العربي والقضية العربية المشتركة، من المحيط للخليج، من النيل إلى فرات وإلى دجلة. اليوم في بيت للكل كما قال حازم وكما قالت شافكي، نجتمع لنناقش هماً وموضوعاً لطالما كان هاجساً عند الكثيرين وخاصة في بلادنا العربية. لما التنصل من هذه اللغة الجميلة؟ لما التنصل من لغة تحوي الكثير من المفردات والأبجديات التي جعلتها في فترة من الفترات هي أم كل اللغات، وهي المصدر الأساسي للغات العلم ولغات الجمال والتعبير الأرقى والأنبل عن كل العواطف والمشاعر. اليوم في حلقة بيت للكل رح نناقش عنوان مهم وهو اللغة العربية، ومش شرط كمان اللغة العربية الفصيحة، احنا اليوم نتحدث عن اللغة العربية الأصيلة في بلادنا، سواء كانت المحكية أو العامية. وليش عم نستبدلها بانبهارنا في اللغات الأجنبية وكأنه اكتسبنا التميز من أنه نحكي مصطلحات خارجة عنا؟ مش عارفة، أعتقد المشكلة حازم طبعاً عايز يكمل البرنامج وأنا وإنت عايزين نتكلم برأيك. كان عبد الحليم أو كان حليم يغني باللغة العربية. طبعاً السيدة أم كلثوم غنت قصائد كثيرة باللغة العربية، وكثير من المطربين كانوا يغنوا باللغة العربية، ولكن يمكن بقول حليم لأنه كان الأبسط والأقرب لجيله، وكان يتغنى بالعامية، ولكن كان يغني قصائد. وأتذكر منها أنا، يعني أنا حتى أرددها وكأنها أغنية بسيطة لطيفة: اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، وأخذت جراحك في صدري وأخذت الصبر، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي.